متى شرف أن يصد هذه الكرة من اللاعب سعيد بن موس. 18-15 للناصرة. رجل ياس مع الإرسال. إرسال جميل من رجل ياس. حسام إلى نور. فرح نصر الدين يقوم بعملية هجومية جميلة. فرح نصر الدين اقتنص نقطة لدالية الكرمل والإرسال الآن مع دالية الكرمل. استقبال غير جيد. الكرة ما زالت في أرضية الملعب. وكرة في بين اللاعبين. سوء تفاهم في دفاع دالية الكرمل ونقطة للناصرة 19-16. الإرسال مع حبيب ظاهر. حبيب ظاهر إرسال من الناصرة. استقبال من دالية الكرمل. حسام إلى اللاعب فرح ودفاع جميل من الناصرة. وحسام مزاوي يضع الكرة في الداخل. الحظ يلعب مع الناصرة في هذه النقطة. الحظ لعب مع الناصرة في هذه النقطة حيث تدحرجت الكرة على الشبكة ثم سقطت في أرض الملعب في داخل الملعب. 20-16 للناصرة والإرسال مع حبيب ظاهر. ما زال الإرسال مع حبيب ظاهر. الآن فرح نصر الدين. كرة جميلة من خلف حائط الصد ونقطة لدالية الكرمل. 20-17 وفرح يخرج إلى الإرسال. فرح نصر الدين مع إرسال. إرسال جميل واستطاع أن يعيدها اللاعب حبيب ظاهر. مجهود جميل من اللاعب حبيب ظاهر ودفاع جيد من الناصر. الآن الكرة الآن مع مزاوي ولكن هنا يختطفها الآن شرف إلى نجيب. نجيب سجيم. كرة جميلة من الخلف. نجيب سجيم من خلف الخط الثلاثي يهاجم ويقتنص نقطة. 20-18 للناصرة. ما زال الإرسال مع فرح نصر الدين. حبيب ظاهر المركز إلى حسام مزاوي ولكن الآن شرف إلى نجيب نصر الدين مرة أخرى. نجيب سجيم. نجيب سجيم يضعها ولكن ما زالت الكرة في الدفاع. حسام إلى شرف ومرة أخرى الآن الكرة ما زالت في أرض الملعب ودفاع جميل من الناصرة. الكرة تنتقل من هنا إلى هناك. الآن شرف نصر الدين. للناصرة نقطة واحدة فقط حتى يدرك فريق هبوئيل دالية الكرمل التعادل. نذكر شوط واحد لصالح الناصرة. الإرسال مع فرح نصر الدين مرة أخرى. الكرة الآن من اللاعب إلياس عواد ومرة أخرى الناصرة تهاجم. الكرة ضربتان وهذا ممنوع أن يضرب اللاعب الكرة مرتين. تعادل 20-20. فرح نصر الدين. تفوق الآن منقلب في النتيجة لصالح دالية الكرمل 21-20. فرح نصر الدين ما زال في الإرسال. إلى الملعب الآخر بقفزة. الآن مرة أخرى إرسال لفرح نصر الدين. إرسال جيد. 23-20 لصالح دالية الكرمل. نقطتان حتى نهاية الشوط الثاني. فرح نصر الدين يقوم بعمل ممتاز في الإرسال. يخرج لاعبي الناصرة. فرح نصر الدين إرسال إلى الملعب. حبيب ظاهر تمريرة. من اللاعب سعيد فنوس ونقطة 23-21. أداء متكافئ بين الفريقين. من سينجح بحسم هذه النتيجة في هذا الشوط؟ الإرسال مع اللاعب سعيد فنوس. سعيد إرسال ضعيف. حسام إلى شرف نصر الدين وشرف يضع الكرة خلف الحاجز ولكن تعود الكرة إلى دالية الكرمل. وشرف نصر الدين الآن هجومية جميلة ولكن يصدها لاعبه الناصرة. ومرة أخرى الكرة 24-21. نقطة واحدة حتى نهاية الشوط الثاني. لاعب مصاب من الناصرة
هو اللاعب الياس عواد، هل سيستطيع مواصلة اللعب؟ المدرب هنا يفحص وضعه، وأيضا شرف نصر الدين يتقدم ليفحص وضع هذا اللاعب الذي أصيب برجله. إلياس عواد يخرج من الملعب، من سيدخل بدل إلياس عواد؟ محمد سلام هو اللاعب الذي يدخل لأول مرة في هذه المباراة. محمد سلام يدخل بدل اللاعب إلياس عواد الذي أصيب برجله. ربما سيعود إلياس عواد بعد أن ينتعش من هذه الإصابة. وهنا يتردد المدرب ويخرج محمد سلام ويدخل جول سالم. جول سالم رقم 16 هو الذي دخل بدل إلياس عواد، ولكن نحن مع النقطة الأخيرة 24-21 هي النتيجة لصالح دالية الكرمل، والإرسال مع دالية الكرمل. اللاعب معين نصر الدين مع الإرسال. معين نصر الدين مع الإرسال. والشوط الثاني لصالح دالية الكرمل، وتعادل في الأشواط 25-21. انتهى الشوط 25 نقطة لدالية الكرمل، 21 نقطة للناصرة. ونذكر بأن الشوط الأول انتهى 25 للناصرة 20 لدالية الكرمل، وهذا يبدو أنه أداء متكافئ من قبل الفريقين، وتعادل في الأشواط 1-1. يوجد مشجعات لهذا الفرع الرياضي ما لا نجده في كرة القدم، لأنه فرع رياضي راقي ويبتعد عن المسبات. نحن نرجو أن نواصل في هذه الأخلاق العالية ونبتعد عن الشتائم والمسبات، لنكون في روح رياضية عالية في جميع فروع الرياضة، في كرة القدم أيضا. الآن المدربان يعطيا تعليمات للاعبين في الناصرة وفي دالية الكرمل. جاهزة لبدء الشوط الثالث في هذه المباراة الحماسية المتكافئة. الناصرة تلعب عن اليمين، ودالية الكرمل بالملابس الحمراء ستلعب عن الشمال. الإرسال.